بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا علمنا كيف نحبك ونزداد في محبتك، وأذلنا في القرب منك تمام القرب يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. قرب ولهم مقامع من الحديد، يعني المقامع هي لجوردان ولا لفوي، أعرف منها حديد ويبدأ يلهب لكم في جلودكم وأنفسكم. ولهم مقامع من حديد. كلما الآية التالية، كلما أرادوا أن يخرجوا منها، أي ألوان العذاب كلها أو من جهنم، من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. قال تعاد وتستمر في تذوق. وقلت أبو جهل لعنه الله قال لنسق منها، أي شجرة اللي في أصل الجحيم، في وسط الجحيم. قال كي يعني سخريته بالوحي، كونوا احنا مش مصدقينك، لكن هاي نمشي شويه في تصديقك، سنسق منها يعني تمتعوا بها هنيئا مريئا. ريت الدنيا ما ريت، اما اللي مازال وجيت رافي في القبر اكثر مما تتصور، هو اللي بعد البعث والحشر، اي الجمع والحساب، ثم تقلب الى بفرده. اشترى كيف تسقم هو ذا شجره الشجره الملعونه، نسال الله السلامه.